أهل تدمعي حين هلنا محرم، أهل تدمعي حين هل محرم، فطيب الكرى فيه علي محرم، فلهفي لآل المصطفى كم تجرعوا أذى يوم وافوا كربلاء وخيموا، فوافتهم أجناد آل أمية وقائدهم شمر الخنا متقدم، فهب بنو العلياء أبناء فاطم وسيدهم أهدى الأنام وأكرموا، وغاص بهم شبل الزكي مدمرا بصارمه نثرا وبالرمح ينظم، يجول بهم جول الرحى فكأنه عليم بفن الحرب لا متعلم، فنكس أعلاما وأردى قساورا ودمر باقي جيشهم وهو معلم، إذا ما تجلى في النزال يريهم، ثبات عليا جده وهو يبسم، وقام يسوي بينهم شسعا علي وقاسم، فلم يخش ما بين العدا يترنم، يقول أنا ابن المجتبى نجل فاطم، فإن تنكروني فالوغى بي تعلموا، فشلت يد الأزدي كيف بسيفه نحى رأسه ضربا، فخضبه الدم فخر على وجه البسيطة فاحصا وقاسما، فخر على يا وجه البسيطة فاحصا برجليه في الرمضاء صريعا يخدمون، فيا لك عريسا تزف مخضبا أنا مناد وقاسما، فيا لك عريسا تخض تزف مخضبا يا بنبل الأعالي إذ نثارك أسهم،
تعفر بالترب مشقوق راسه مخضب بدمه تعفر بالترب مشقوق راسه مخضب بدمه يا وشبح عينه للمخيم بحسره وانتخب عمه وعم اعتنى الجتال ووصل وعم اعتنى الجتال وشطر راسه وصل يمه وصل يمه لقاق بدمك محنى بعد وبيض وسمر زفنا مسح فيض الدمع عنا ولن الروح خلصان وقاسمه بعد قعد يم بن خيه وشال عن حر الترب خده وداريد على طوقه ابلاعه والسده زنده وشال جنازته يا وحده يا وشال جنازته وحده يا وسف عوان ما عنده وجاب بخيمه الموت يا والزندين تابوته شال بجبد مفتوته شال بجبد مفتوته وصف بجانب اخوانه سمعني الونا جذب ونا وسمعنا الحريم الجان زفنا طبق فرين وشافنا يا ويلي مسجى وقاطع الونا وتهاوين ويسن منا امه شو تقول يا ويلي ورمله تصيح قعدنا وقعدنا وتكل يا عمات ليش يا رمله تقول نريد نشوف طبراته نريد نشوف طبراته مذاب ورد وجنات الشعل بالقلب نيران المصيبة عند الأمها اندهشت نوب تحبه وتوعيغ وتتشيله ونوب تمدده وتنسل جروحه ونوب تشيله ونوب وهاجن بالنحب سكنة وزينب عمته وليلة ودارا بالولد صبيين رونا بدموع العين ضجا والشهيد حسين مات وصف أحزانه يا ضجا والشهيد حسين مات وصاف أحزانه أنا مناد وقاسما وسيدا نادى الحسين الشفية وقلبه بأحزان دا يا بنات الهادي طه قوموا وانزف هش نادى الحسين الشفية نادى الحسين احجي شباب احجي بارك الله فيك بالعجن زي وقلبه بأحزان ذا يا بنات الهادي طه يا بنات الهادي
هادي طه قوموا وانزف الشباب قوموا وانزف نادى ريحانة الهادي نادى ريحانة الهادي وفاك خد دمعته وفاك خد دمعته رايد الجاسم زوجه رايد الجاسم وبنتي سكنة زوجته وبنتي سكنة زوجته بالونة بالونة بالعجل يا اختي يا زينب قوم زيني خيمت وزيني بنتي سكنة واعجني لها خضاب هالمصابيح علقوها هالمصابيح علقوها وعلقوا لنا الشمع وعلقوا لنا الشمع والولد جاسم نزف والولد جاسم نزف بالهلاهل والدمع ونطلع ويا للشريعة ونطلع ويا للشريعة وعند خويا نجتمع نحشم العباس يمكن يقوم عن حر التراب وعباس عندي يا زينب وصية عندي يا زينب وصية بيها وصاني الحسن بيها وصى جاسم ولد زفة جاسم ولد بكربلاء أرض المحن وللولد أعمل وليمة ويلبس بعرس كفن بس سكينة لزوم تلبس للجديد من الثياب يا اختي قولي للودايع يا اختي قولي للوداع ارفع صوتك استعدوا يا حريم استعدوا وانشروا بيرك سعادة وانشروا بيرك سعادة بيوم عاشور الأليم بيوم عاشور أي ونادي وياهم يا زينب ونادي وياهم يا زينب قوموا وانزف اليتيم والبسوا ثوب المسرة واخلعوا ثوب المصاب وقاسبا ردت الحورة جوابه والدمع منها يهلي شلون في هالساعة نفرح والهلاق تعتلي وعلى أحضان الترايب طايح الأكبر قطعت جسم الأعادي وراح ضامي بلا شراب نادت زينب يا خويا والدمع من انحدار شلون بتعرس القاسم شلون بتعرس القاسم ما أصدق هالخبر ما أصدق هال وانت تدري بالشريعة منطب الراس القمر يعنغر عباس اخويا قطعت جسم الاحراب اين المنادي وقاسما يلا نختم زفة الشباب نختم زفة الشباب شلون يا اخويا نزفة شلون يا ونلبس الثوب الجديد ونلبس الثوب والنسى فيهم أرامل والنسى وانت يا خويا وحيد
وحسينا وعن نغر طايح عضيدك وين يا ابن امي العضيد واقف وتحشم اصحابك ايه وهي ما ترد الجواب فخرجنا النساء يودعن تلك تشم تلك تقبله تلك تضمه تلك تقول له في امان الله في داعه الله فودع امه وودع عمه ونزل الى حومه الميدان اين المنادي وقاس ان تنكروني فانا شبل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالاسير المرتهن بين اناس لا سقوا صوب المزون اجركم الله اين المنادي وقاسما فاشتد به العطش فرجع إلى عمه فلما رآه مشرفا على الهلاك أعطاه خاتمه فوضعه في فم يقول كأنه عين ماء فارتويت أجركم الله يا شيعة فنزل القاسم إلى الميدان أنا مناد وما زال يقاتلهم يدخل في أوساطهم يخرج من أعراضهم على الرايات ذب عزمه وصرخ قومي وقال الزانة على قرومهم حومي أنا اشطلت عقب ما قوضت قومي وهل اللي شيدوا الدين وبنوا دعامه غشم شم أشم شعشم مر إلى زنوده صدم جاسم على العسكر سم بزوده زعل زعزع بن سعد أمر جنوده إذا انقطع شسعنا عليه فانحنى لكي يصلحا فشد عليه الأزن فاتحا باعه شاهرا سيفا ضرب القاسم على راسه الله أكبر لقاغي على جبروحا يا ويلي ويرفس برجليه وزورنا بالون الشاب شاب اشبط الحيل عليه صفق يا صفق صفق راح وقعد عنده يهل الدمع وينادي شو يقول للحسين يقول له ويلي عليك يا مجنة بدم الراس تتحنى عودك شعتذر منه الحسن شعتذر منه وقام حط ايده تحت ظهره وقام للخيم شاله جاب الخيمة عياله وحط بصف علي الأكبر قعد ما بينهم يبكي وعليهم قام يتحسر نوبة يعاين ولادة ونار الحزن بيتسر ونار الحزن بيتسعر يا ويلي وشافت العيلة صارت بالخيم حنة وحدة على الوجه تلطم وحدة تجذب الوعد اي وسكنة تصرخ وقامت بدم الراس تتحنى وين المصيبة يا شاعر
يقول لكن المصيبة الناب لما شافت أم ذبت روح فوقا وشعرغت خضبة بدمة تأمل تأمل يا مؤمن نابة شمة بخدودة ونابة من حرد شمة تقول لي ربيتك يا ماي العين يا ابني وأحسب سنينك أحسب سنينك وتفكر لعطولك وأنظر إلى عينك ولبالي أفرح بعرسك وحن بيمن تيمينك فقد الشباب إن شاء الله ما يسمعني أب فاقد إلى ولد إن شاء الله ما تسمعني أم فاقدة إلى ابنها إش قد صعب ومؤلم على الأب يفقد ولد إش قد صعب على الأم تفقد ولدها اتقلنا وأنصب حافتك بيدي وعيد وافرح بعيدي بدال العرس يا ولدي أشوف أنك على التربان شنو تتمنى؟ هذه أبيات الدعاء ما بطول عليك اليوم أريد أختم وصلنا لأبيات الدعاء شنو تتمنى يا رملة؟ تقول أني تمنيت أتخضب من خضابك بعد تقول تمنيت وتتزين وتحضر عرسك أحبابك نصيبي يا ولادي يا ولادي نصيبي جابني وجابك وشوف الموت فرق بينك وبيني اي والله وزينب وزينب تحضن وتكفكف العبرة وتلزم هامته وتعصب الطبرة وتقل تسلم لي على الزغرة وقول لها يا زغرة اليوم حنوني وهاي تقول عندي للولد جال واه آيا جلوة جلوة يا جسام يا شمامة الحلوة ولا مال أنا ردتك ما أرد الدنيا ولا مال ولا مال ولا مال تحضرني لو وقع حملي ولا مال ولا مال يا جاسم خابت ظنوني ولا مال وقت الضيج يا ابني قطعت بيه يلا ونة قاسمية نختم بهالونة وقت الضيج يا ابني قطعت بيه نفحات دوت نت